اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين داخل ملاعب اليوم. ضيفنا ونجمنا النهارده بحييه طبعا وبرحب بيه كابتن محمد صلاح ابو جريش، مشرفنا فندم. اهلا بيك كابتن. ازي حضرتك؟ الحمد لله. حضرتك كله تمام؟ الله يخليك كابتن. نجم من نجوم مصر واسم كبير في مجال الكوره وابن الاسماعيلي، اسماعيلي نادي كبير، ايه اللي بيحصل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللي بيحصل فين؟ في الاسماعيلي ولا في ولا في البلد كلها؟ لا في الاسماعيلي. الاسماعيلي والله طبعا حضرتك قلت ان اسم كبير، واسم كبير كلنا بنحترمه قبل ما نكون لعيبه، كمتفرجين ومشاهدين وناس بتعشق الكوره وبتعشق الكوره الجميله، كلنا بنحب النادي الاسماعيلي. لكن طبعا في شك ان كل الناس اللي بتتابع الاسماعيلي وسعيده جدا باداء النادي الاسماعيلي على مستوى الزمن يعني او على تاريخ الكوره المصريه مش عاجبها الاوضاع الحاليه، رغم ان كان في بعض الفترات بيتعثر فيها اداريا، لكن دايما الفرقه ما بتتاثرش سواء نتائج سواء بطولات بتواجد بعض التعثرات الاداريه، مش عايزين نقول الفشل الاداري، لكن بعض التعثرات الاداريه اللي بتؤدي دايما ان النادي بيبقى دايما مش في الصوره باستمرار او مش في المنافسه باستمرار، ودي حاجه بتضايق الناس قوي. طبعا شيء طبيعي ان الفترة دي فترة حرجة جدا، صعبة جدا على أي رئيس نادي أو مجلس إدارة بالكامل إنه يكون متواجد نتيجة للظروف المالية الحرجة جدا للنادي اللي بيمر بيها. فأي حد هيخش في الفترة دي بيبقى مطالب بحاجات كتير، إنه يسد الفراغات اللي موجودة، يسد الالتزامات المالية اللي موجودة سواء للعيبة سواء للنادي، في صدد إن هم يعملوا نادي اجتماعي في الفترة دي. فطبعا مفيش شك إنها بتبقى محتاجة مصاريف. ما اعتقدش ان حد عنده جرأة ان هو يخش في التوقيت ده، وبالتالي الجماهير ما بتصبرش، ما عندهاش استعداد انها تصبر على اي حد يجي سواء رئيس نادي في الفترة دي او في الفترة اللي جاية الا ما يكون في تغيير هم شايفينه، اداء اللعيبة، استقدام اللعيبة اللي بتيجي من بره، الصفقات اللي بتيجي، عايز بطولات، عايز يبقى دايما في المنافسة لغيرته الشديدة على اسم النادي. طب كابتن، يعني انا الفقره دي هسيب حضرتك تتكلم فيها كلها. تمام. الناس عايزه تسمع وتفهم، ولكن انا ليا تعليق من وجهه نظر. يعني اي واحد بيجي نادي الاسماعيلي بيصرف، يعني بيكون راجل اعمال وبيصرف وبيدي للنادي، وعلى مدار الفترات اللي فاتت كلها اي واحد بيجي في الكورس ده وبيصرف وبيدي، وجمهور برضه متضايق وجمهور بينتقده وجمهور دايما بيبقى ضده. طب ما هو بيبقى في حاله قلق كبيره ان الناس تتولى المسؤوليه. في شك طبعا، هو يعني التوتر ده موجود طالما انت بتصرف في طرق غير سليمه للصرف. يعني انت بتصرف على ايه؟ يعني بتصرف على قطاع ناشئين، ولا بتصرف على فريق اول، ولا بتصرف على صفقات، ولا بتصرف على موظفين في النادي، ولا بتصرف على انشاءات؟ الصرف فين بالظبط؟ وفي نفس الوقت لما نيجي نمر بتاريخ النادي الاسماعيلي على فترات زمانه من السبعينات، من ايام المهندس عثمان احمد عثمان الله يرحمه الكبير، ايه اللي اتعمل للنادي الاسماعيلي كادرار للدخل يخلي اي رئيس نادي يجي يشتغل من غير ما يصرف؟ مفيش حاجه اتعملت، مفيش حاجه موجوده تخلي النادي يبقى على دخل ثابت للصرف بتاعه، سواء بقى لعيبه سواء لعبات. النهارده انت بتتكلم في كوره بس، انت بتتكلم في منظومه واحده بس، كره القدم، ما بتتكلمش في لعبات تانية. النادي ما فيهوش لعبات تانية تقريبا، حاجات بسيطه فرديه، لكن المنظومه نفسها ناقصه نتيجه ان كل رئيس نادي بيجي بينشغل بصرف في اتجاه واحد بس هو الفريق الاول. مفيش حد جه عمل تصور كامل ان الفريق الاول ده جزء من كوره في النادي الاسماعيلي. محدش جه تصور ان النهارده ما تيجي تصرف على قطاع زي الناشئين هو ده الكنز الحقيقي اللي المفروض انت تصرف فيه، عشان هو ده اللي بعد كده ممكن يبقى هو ده مصدر الصرف للنادي بصرف النظر عن اي رئيس نادي يجي. لان فعلا النهارده انت بتحتاج او بتطلع لعيب او اتنين او ثلاثه يكونوا موجودين في الفريق الاول، بعد كده اللعيب ده بيبرز وبيبقى نجم في الفرقه وتضطر ان انت تبيعه عشان تصرف. فاذا انت عرفت المفتاح بتاعك فين، هو القطاع بتاع الناشئين. القطاع ده ناقص حاجات كتير قوي، مش بس صرف، ناقص كمان إدارة فنية تقدر تتحكم في إن هو ده القطاع اللي بيدر دخل النادي على مدار السنين بعد كده. فأي رئيس نادي بينشغل بالفريق الأول، بينشغل بنتائج الفريق الأول في الصرف، والصرف على حسب الصفقات اللي بتيجي، يا إما ناجحة جدا يا إما فاشلة جدا.
وبالتالي النتائج بتتاثر بالصرف الفاشل، النتيجه ان انت ما عندكش صف تاني يقدر يشيل الفريق الاول. الروشيتا من وجهه نظري اولا لازم يكون في حب كامل للنادي، ما يبقاش اللي داخل بس عشان تلميع الاسم، او داخل بس عشان اسم النادي الاسماعيلي هيستفاد من وراء اسم النادي الاسماعيلي. ودي تكفي، لان انت لو حبيت النادي وحبيت الكيان ده وحبيت ان الجماهير دي تفضل سعيده على طول، يبقى انت هتصرف في المكان المخصص للصرف، وهتحب النادي وهتديره في الاداره فعلا الملحه للصرف او الملحه للنجاح او الملحه ان انت تبقى في المنافسه على طول ومستمر جدا في المنافسه. ودي حاجه صعبه جدا على اي رئيس نادي ان هو يتواجد او يبقى موجوده في التوقيت ده، نتيجه ان انت بتصرف في مجالات مش سليمه. وبعدين نمره واحد بقى ورا كل ده، ان انت تكون قنوع باللي انت بتعمله، يعني انت بتدير النادي او هتيجي تدير النادي لفتره معينه، يبقى لازم تبقى صريح في اداره النادي في الفتره دي، انا النهارده جاي اعمل فريق ولا جاي اسس فريق على مستوى مثلا 3 4 سنين هيبقى عندي فريق قوي، ولا جاي اعمل قطاع ناشئين عشان يبقى بعد كده هو اللي يشيل النادي. فكل واحد بيجي ينشغل بالنتائج على طول. اللي كانوا موجودين عملوا ايه؟ مفيش حد عمل حاجه. احنا المحصله صفر من سنه 2002. 2002 دي اخر بطوله للنادي واخر مجموعه لعيبه تقدر تقول ان اللعيبه دي تفضل عندها او النادي عنده حصيله لمستقبل في المنافسه لمده 3 4 سنين قدام. اللي حصل بعد 2002 كله اتباع. السيراميك محمد ابو سعود قال النهارده ان هو حضر فرقه يقدر يكسب بيها بطولات. انهي فرقه؟ السنه دي. اشك في كده، انا مش عارف الحقيقه الاسامي، لكن اشك في كده. يعني انت النهارده انت ناهي سادس. ناهي سادس دوري. وماشي لعيبه وصلتك للمركز ده، وجايب لعيبه مع احترامي ليهم اقل بكتير قوي من اللعيبه اللي كانت موجوده. فازاي هتنافس بيها؟ يعني خلينا نبقى قنوعين، والحاجات اللي بتتكلم بيها تبقى تخش الدماغ زي ما بيتقال. ما ينفعش ان انت بتتكلم في حاجه صعبه جدا. ما بكسرش من مقاديف اي حد، وما بقللش من قيمه الناس اللي موجوده عشان تشتغل باريحيه ويبقى عندهم جو كويس للمنافسه لو هم بيتكلموا في منافسه. لكن برضو لازم يكون في عقلانيه في الكلام. انت بتتكلم في منافسه ازاي؟ انت لازم يكون عندك صف تاني وتالت عشان تقدر تستمر في المنافسه. السنه اللي فاتت باكملها لعيب واحد كان بيأثر في النادي الاسماعيلي لو خرج بره التشكيل، لان ما عندكش، مش عارف اسامي لعيبه، ما عندكش البديل. اللي جوه ما اعرفش الحقيقه. ما اعرفهمش. ده مش مؤشر. لا عرفت بس محمد عادل جمعه اللي هو الباك ليفت اللي جاي من الزمالك. طيب ناخد لعميد ثروت سويلم رئيس اتحاد الكره المصري. استاذ لعميد مساء الخير. ازيك يا ثروت؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كابتن، الحمد لله. تحيات كابتن محمد صلاح ابو جريش. تحياتي للمحترم الكابتن محمد ومنور. اهلا بيك، اهلا بحضرتك. ثروت يعني عايز حضرتك يعني عاوزين نعرف طريقه نتواصل مع حضرتك فيها. انا ولا كابتن محمد؟ لا حضرتك، لان مطلب شعبة الشرقيه كلها وجودك، يعني ان احنا نكلم حضرتك. انت بتسبق ثروت بيه؟ لا والله بتسبق عشان ما نكلمكش في موضوع التليفون والحاجات دي. لا انا بكلم حضرتك بجد، انت من يوم حضرتك نورت الشرقيه، مش عاوز حضرتك يعني خليك فن. جمال الشرقيه كلها يعني ده من ذوق الناس والله، وذوق حضرتك وذوق الناس وكرم الناس هناك، ويعني فوق دماغنا من فوق. ربنا يخليك. بشكرك يا فندم. ثروت بيه، يعني الحقيقه انا هتكلم الاول على موضوع مهم جدا، وهو بروتوكول اتحاد الكره عمله ملوش دعوه بالرياضه مع مستشفى 57 357. وانا قلت الحقيقه ان ده يعني مستشفى 57 357، مستشفى دكتور مجدي يعقوب، كل المستشفيات انا مش عارف الحقيقه الاسامي، ولكن ده واجب وطني وواجب كل الناس ان هي تقف مسانده للمشاريع الكبيره دي. بص كابتن، طبعا يعني انا لازم اقول لحضرتك ان ده استكمال لعطاء مجالس ادارات قبل كده، يعني الكابتن سمير زاهر، سياده اللواء حرب، وبعدين الاستاذ جمال علام، ده كله، والكابتن هاني ابو ريده برضه كان ليه اضافه كبيره في المستشفى. فاحنا كنا في منتخب الشباب، في زياره منتخب الشباب، فطلب مننا الدكتور شريف ان احنا نعمل حاجه باسم اتحاد الكوره، يعني كل رؤساء الاتحادات كان بياخدوا المنتخبات الوطنيه عشان يبقى في دعم للمستشفى، فهو حابب ان كل ده يبقى مسمى واحد بس، اتحاد الكره المصري. هو مين يا فندم الدكتور شريف؟ انا شايف الدكتور عمرو سلامه في الصوره. لا ما انا قصدي لحضرتك الدكتور شريف ابو النجا ده يعني حضرتك اللي عضو المنتدب والمدير المستشفى. فلما حضرتك اتفقنا ان يبقى في بروتوكول مع اتحاد الكوره استكمالا لمسيره مجالس الادارات القديمه كلها، على اساس حضرتك يبقى في جناح
او مبنى في المستشفى الجديد باسم الاتحاد الكره المصري. عملنا مع الدكتور عمرو سلامه وزير التعليم السابق وهو رئيس مجلس امناء المستشفى، وحضرتك طبعا اتمنى كابتن سيف يعني من كل محبين الكوره وكل رجال الاعمال اللي اخذوا كتير من مصر يزوروا مستشفى 57 357 يشوفوا يعني صرح عظيم جدا واضافه كبيره جدا للصحه في مصر. يعني يمكن انا دايما اتكلم على وزير الصحه في مصر، مش عاوز اقول لحضرتك عندنا المشاكل كتيره ازاي في الصحه، ان عندنا في مركز ابو حماد وانا النائب بتاعهم وممثلهم صدمه كابتن سيف في مجال الصحه. بقول يا ريت بنتمنى يكون مستشفى 57 357 ده المثال اللي كل المستشفيات وكل المنظومات في مصر تمشي عليه. هي بدايه حضرتك تشكر عليها، وبدايه انا اشدت على حضرتك بيها بشكل عظيم جدا جدا جدا، ولكن مش نهايه. يعني لازم يبقى في دور اكبر من كده بكتير جدا يا ساره بيه الفتره الجايه للمؤسسات دي، من الشركات الراعيه ومن برزنتيشن ومن تيلي سيرف ومن رعاه لاتحاد الكوره ومن نسبه من عقود البث. لازم يكون اتحاد الكوره والكره المصريه ليه دور كبير في المجتمع في الحته دي. على فكره بسيف احنا برضو حضرتك واحنا بنعمل البروتوكول ما كنت يعني كنا حريصين ان ما نلزمش المجالس اللي جايه بحاجه، يعني بعد اذن حضرتك برضو يبقى في رؤيه ثانيه وممكن يكون في اضافات اكتر من اللي احنا عملناها، لكن احنا كنا حريصين ان كل ماتشات المنتخب يكون في عدد من اطفال المستشفى للمشاهده، كنا مصرين ان يكون في مبنى كامل باسم الاتحاد. كنت مع سياده المستشفى مصطفى منصور امبارح لاول مره نتقابل في المجلس وقلت له لازم نادي الزمالك، هو قال انا لان النادي الاهلي عامل مبنى كامل يا كابتن سيف وعامل بروتوكول مع المستشفى، فنادي الزمالك اخذ كاس مصر وقلت له يعني دي هتبقى اضافه، وهو قال انا حريص على كده وهعمل كده. نفسي بقيه الانديه كلها كابتن سيف فعلا المستشفى محتاجه لدعم الرياضيين، لدعم كل رجال الاعمال اللي اخذوا كتير من مصر، فعاوزينهم يدوا مصر ان شاء الله في شكل المستشفى او في يعني هذا المشروع العظيم. يعني ان شاء الله هاخد حضرتك من الحاجات الخيريه والحاجات العظيمه للازمات والمشاكل. مستشار مطهر منصور كان معايا على التليفون دلوقتي على الهواء وقال لي ان هو حصل اتصال مع اتحاد الكوره لموضوع باسم مرسي ان هو محاول للتحقيق، فقال انا يعني كلمت المنتخب ان باسم ما يكونش موجود. يا ساره بيه يا كابتن ايه ما سمعتش الحته دي؟ لا ما سمعتهاش معلش يا كابتن. لا والله ما سمعتهاش. المستشار مطهر منصور كان معايا على التليفون دلوقتي وقال لي ان هو حصل اتصال مع الجهاز الفني المنتخب الوطني عن طريق كابتن اسماعيل يوسف كابتن اسامه نبيه، هو محول باسم مرسي للتحقيق، فقال انا اتحاد المنتخب انا هبعت اقول ان انا محول باسم مرسي للتحقيق ولو صمموا المنتخب مش هبعت بقيه لعيبتي. هل في اتصال مع حضرتك بكده؟ بص كابتن سيف يشرف على المنتخب الكابتن هاني ابو ريده، ومش هتكلم طبعا على مدى الاشراف واهميه وجود الكابتن هاني بعيدا عن الانتخابات. مدير المنتخب العظيم جدا والمحترم جدا لسه بشكر فيه الحقيقه لا والمهندس ايهاب لقيطه حاله حضرتك تتقرص كمدير كوره طبعا يعني فعلا حاجه يعني عظيمه جدا مكسب كبير. المهندس ايهاب لقيطه كان معاه تليفون ما حصلش بيه اي اتصال، هو المهندس ايهاب لقيطه والمهندس هاني ابو ريده هو المنوط بيهم موضوع المنتخب، يعني بعيدا عن هم اتصلوا بكابتن اسامه نبيه او ما اتصلوش، لكن حضرتك في كوبر مستر كوبر، ولكن الاتصالات في الحاجات اللي زي دي بتبقى من خلال المهندس ايهاب لقيطه. ما اعتقدش ان اتصلوا بالمهندس ايهاب ولا حصل اتصال، لان انت فاضل خمس ست ايام فقلت ارمي الكوره. لا والله كابتن سيف مش موضوع على فكره حضرتك، انا موضوع الايام والشهور واللي فاتت احنا بنتعامل في الفتره بتاعت اتحاد الكوره دي حضرتك باداره يمكن يعني ما فيش اي مواضيع شخصيه، يعني حتى حضرتك لما بيحصل اي يعني امبارح كان قرعه كاس قرعه الدوري كنت حريص على عدم الحضور، كنت موجود في مجلس النواب عشان لجنه الشباب والرياضه بتناقش عوده الجماهير، كنت حابب ان انا اكون بعيد عن الحاجات اللي ممكن تخليك يعني ايه تؤخذ عليك في موضوع المجاملات او كده، بيؤخذ عليا ان انا بجامل. انا ماشي، انا دايما اقول ان الشرقيه ووزاره الداخليه او نادي الداخليه بالنسبه لي لهم وضع مختلف عن اي حاجه، عشان كده ما بشركش نفسي في الحاجات دي يا كابتن سيف خلال الثلاث شهور اللي مروا دول.
تمام. طيب امبارح الجلسه بتاعت مجلس الشعب ناقشوا ماده مهمه جدا، وهي الماده 111 مشروع قانون الرياضه، والماده دي بتقول ان يعاقب بالحبس مده لا تقل عن سنتين وغرامه لا تقل عن 50,000 جنيه ولا تزيد عن 100,000 جنيه بعد هاتين العقوبتين كل من استخدم القوه والعنف والتهديد والترويع ضد لاعب او حكم او اي اعضاء الاجهزه الفنيه والاداريه للفريق. بصراحه كابتن، يعني انا يعني برضو اغلب اللي كانوا موجودين في اللجنه، اللجنه كانت برئاسه المحترمه الدكتوره صحه اللواري، اغلب اللي كانوا موجودين كانوش يعرفوا ان في ماده في القانون الرياضه اللي هو قانون 75 لسنه 71 بتقول الكلام ده، فكله بنتكلم وعمالين نتكلم عاوزين قانون الرياضه يطلع، عاوزين قانون شغب الملاعب. وفوجئنا بالمحترم النائب طارق السيد رئيس نادي الاولمبي بيقول يا جماعه طب ما احنا عندنا ماده بتقول بتبرر اللي بيعمل شغب الملاعب. طبعا يا كابتن سيف يعني مهم جدا ان يبقى عندك تقنين وفي دستوريه وفي شرعيه لمن يخرج عن النص بالنسبه لملاعب الكوره. فلما لقينا الماده دي كان في وجه استغراب جدا، ازاي يبقى عندك ماده في القانون بيقول كده والمفروض تاخد بيها، والمفروض ان احنا نقابل اي خروج عن القانون والنظام بالماده دي. قد تكون عقوبتها مش مجرمه قوي، 6 شهور، اللي يعمل كده يحتاج اكتر من كده. لكن انت شايف حضرتك اللي حصل في ماتش الاهلي، حصل في نادي مدينه نصر، نادي الاهلي في مدينه نصر، ودخول بعض جماهير، ما نقولش دي جماهير كره كابتن سيف، هو الداخليه يا فندم، هو الداخليه سارة بيه قبضت على الولاد دي ولا ما قبضتش عليهم؟ ما قبضوش يا كابتن سيف، لان حضرتك الحدث نفسه داخل نادي مبنى اجتماعي، وداخل النادي الاجتماعي اللي هو نادي مدينه نصر بما فيه من رواده اللي موجودين، اي حدث كان يحصل فيه شغب كان يؤثر على الناس اللي موجودين. طب يا فندم ايه المشكله بعد كده الاهلي عمل محضر؟ ايه المشكله ان يقبضوا على الناس؟ يعني ايه المشكله ان بص يا كابتن، في اعتقد يعني الموضوع ده واخد اهتمام الداخليه جدا، ما بدافعش عن الداخليه، لكن انا بقول لحضرتك الداخليه حريصه جدا على ان المجموعه دي اللي بتثير الشغب مش في النادي الاهلي، في كافه الملاعب، في برج العرب، في استاد السويس. اللي النهارده حضرتك جاي لي جواب من الامانه العامه للقوات المسلحه يقول ان النادي الاهلي يدفع اكثر من نص مليون جنيه. ما هو سارة بيه، ما هو النادي الاهلي برضه معذور، ما هو النادي الاهلي يدفع 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 ماشي. النهارده اي 50 واحد طلبت معاهم يخشوا يعملوا حاجه يخشوا يعملوها وتعدي كده. ما هو الاهلي عمل محضر باسم مدينه نصر رقمه 19397 والولاد برضه ما حصلش حاجه. ما كابتن سيف برضه ما كانت عمل محضر بحرق اتحاد الكوره وطلع 39 واحد كانوا موجودين ومعروفين يا كابتن، عشان كده. طب ما هو ده غلط يا ثروت بيه، ما هو انتوا حضرتكم نواب، انتوا النهارده نواب الشعب، واحنا دايما بنشيد وبنشكر في الداخليه بشكل كبير، ليه حضرتك المخطئ ما بيتعاقبش؟ انا بص كابتن سيف، وزاره الداخليه كانت حريصه في المرحله اللي فاتت ان هي ما تحاولش يبقى في صدام ما بينها وما بين الخارجين عن القانون من جمهور الكوره، لان حضرتك لما جه حتى بعد ماتش الاهلي والوداد المغربي تقريبا اتقبض على 25، شفت حضرتك كان في نوع من التذمر ازاي من جماهير الكوره. لكن المره دي حضرتك بعد احداث النادي الاهلي مدينه نصر، اعتقد ان في المرحله اللي جايه دي هتبقى في وقفه من الداخليه، وقفه من وزاره الشباب والرياضه، ويعني المذكرة رئيس اكثر الناس حريصين على دخول الجماهير الملاعب. ما هو سارة بيه الحقيقه برضو الموضوع مش عادل في جزئيه، يعني مرتضى منصور من حته قاعد حاطط صدره وقاعد يتخانق لوحده، محمود طاهر النهارده بيجي يتكلم مع الجمهور، يجي يقول نفذ القانون، بتخش الناس وتكسر وتعمل ويدفعوا هم فلوس ويقولوا اصل المجلس واصل ضعيف واصل القصه. طب هم هيعملوا ايه؟ ما هو لازم يكون في الطرفين في دور للامن قوي يتعامل مع الخارج عن القانون، ما بنتكلمش على الجمهور، احنا بنتكلم على الخارجين عن النص. عشان كده كابتن سيف النهارده حضرتك في يعني كنت حريص ان انا احضر الجلستين الخاصه بعوده الجماهير في مجلس الشعب، عشان بعد اذن حضرتك احنا بنتكلم كتير وبنعرض افكار كثيره وبنحلم كتير بمثاليات في عوده الجماهير. انا بقول لحضرتك، قلت لهم الكلام اللي بقوله لحضرتك ده، احلم زي ما انت عاوز، اللي انت بتقوله ده على الواقع مش هيحصل، مش هيحصل انك تقطع تذكره والكابتن سيف داهر يدخل بتذكره كرسي 25، كابتن محمد صلاح ابو جريشه كرسي 26، الكلام ده ما بيحصلش. ثقافه الجماهير عندنا مختلفه تماما، عاوز ترجع الجماهير فيها ضوابط يا كابتن سيف وفي قوه في التعامل لمن يخرج. طب ما يعملوها يا فندم، ما يعملوها سارة بيه، ما يعملوها كده يا سارة بيه، ما احنا ماشيين جنب الحيط وبنمشي بالرخصه والبطاقه بتاعتنا، واللي بيوقفنا بقول بنقول له اتفضل، وما الرخصه مسحوبه بتتسحب وبنحترم الناس. طب ما الناس كمان تحترم الناس وتحترم القانون.
عشان كده كابتن سيف انا كنت حريص ان احنا نقول النهارده لازم يكون في الاجتماع اللي جاي ان شاء الله يكون يوم الاحد اللي جاي يكون الاعلاميين الرياضيين كلهم موجودين، رجال الصحافه الرياضيه كلهم موجودين، ممثلين لوزاره الداخليه المنوط بيهم موضوع الملاعب والجمهور، وزاره الشباب والرياضه، واعتقد ان مهندس خالد عبد العزيز هيكون موجود عشان يبقى في ضوابط يا كابتن سيف، عوده الجماهير عوده بضوابط محترمه، عشان لما حد يخرج عن الموضوع ده هنستغل الماده اللي موجوده في القانون 75 على الاقل، مجرد ما هتطبق الماده دي على مجموعه معينه اعتقد مش هيتكرر تاني الشغب اللي بنشوفه يا كابتن سيف. ان شاء الله يا فندم، اتمنى لك كل التوفيق يا ثروت بيه، وبشكرك يا فندم شكرا جزيلا للعميد ثروت سويلم رئيس اتحاد الكره المصري، ونتمنى ان شاء الله باذن الله ان جميع المؤسسات زي ما قلت لكم مستشفى 57 357 دكتور مجدي يعقوب، انا مش حافظ الحقيقه بقيه الارقام، ولكن اي مستشفى، المستشفى الجديده اللي في الصعيد اللي الفنان احمد ساكن كان عامل اعلان ليها، الفنان منذ كانت عامله اعلان برضو لمستشفى، اي حاجه من الهيئات دي لازم يبقى لينا دور بشكل كبير جدا كرياضيين معاها. كابتن محمد رايك ايه في شغب الجماهير وانتوا عندكم جماهير ذات طباع خاصه؟ ما وصلتش لكده. لا جمهور الاسماعيلي جمهور عظيم والمصري ولكن برضه جمهور يعني متعصب، بيتضايق كتير، متعصب. مفيش شك، يعني حضرتك قلت نقطه مهمه جدا وهي تطبيق قانون، هو قانون لو موجود وبقوه وحزم في تطبيقه مش هيحصل كل المشاكل دي، لكن في تراخي كده شويه في تطبيق القانون، عشان كده الناس متماديه دايما في الاستهتار والاهمال وان هي تثير الشغب. كابتن محمد الزمن غير الزمن، يعني انا بستمتع جدا بجمهور المصري والاتحاد السكندري والاسماعيلي، جمهور بحس ان هو جمهور عظيم كده وحب فرقته وجمهور فنان بشكل كبير جدا، انت واحد من الجمهور ده كنت تتعامل زمان مع جمهور النادي الاسماعيلي اكيد كان قصه مختلفه، هل النهارده تقدر تتعامل مع الجمهور؟ هل النهارده جمهور خرج عن النص؟ هل الجمهور ده غير الجمهور ده؟ هل الزمن غير الزمن؟ لا الزمن غير الزمن طبعا، مفيش كلام، الزمن غير الزمن في كل حاجه، في الفكر، حتى فكر اللعيبه نفسه اتغير. النهارده اللعيب نمره واحد بالنسبه له، ودي حاجه يعني انا ما بلومش اللعيب عليها، نمره واحد طبعا بالنسبه له هو مستحقاته فين؟ حقه فين؟ هاخد عقدي امتى؟ التعاقد بتاعي هينفذه في اي وقت؟ وبيقضي الوقت بتاعه في العقد وخلاص وخلصت. احنا ايامنا لا، وايام اللي قبلينا كان برضو لا، الموضوع الحب والقلب ده كانت حاجه اساسيه جدا، يمكن الموضوع ده ظهر في الانديه الجماهيريه اكتر، انت النهارده بقى في مؤسسات وبقى في انديه تقدر انها تصرف، فالموضوع بالنسبه للعيب هينتقل من النادي ده، هيروح النادي ده، هيقضي الفتره بتاعته 6 شهور بقى سنه مش مشكله بالنسبه له، المهم التعاقد بتاعه بيمشي. لكن ايام الفترات اللي كان فيها بقى بجد قلب في كل حاجه، قلب في التشجيع، حتى الجماهير كانت بتشجع من قلبها، الجماهير كانت بتسافر من قوتها، عندها استعداد ان هي ما تصرفش على بيتها لكن تصرف على النادي وتصرف على تشجيع النادي. النهارده فين كده؟ بتتكلم في زمن مختلف في كل حاجه، بدايه من الفكر مرورا بقى بالدفع بالاتاوات الحاجات اللي الواحد شايفها حاجات مسيئه جدا ومشينا لها. في الاسماعيلي ما ينفعش تلعب في الاسماعيلي؟ دي حقيقه فعلا. في فعلا؟ دي حقيقه فعلا، ودي بسمعها من الجماهير، يعني الجماهير مستاءة من دي، ان انت بتتكلم في لعيبه تيجي بتلبس تيشيرت النادي او بيلبس رقم للعيب كان موجود قبل كده في النادي ما يستاهلوش. ودي الحاجه المشينه اللي بنتكلم عليها، انت بتتكلم في منظومه المفروض ان هي بتلعب لاجل اسم النادي او ترتقي باسم النادي او عايزه تعمل حاجه او بطوله للنادي، حتى يا اخي لو انت بتلعب 6 شهور لازم تكون تسيب بصمه، مش موضوع ان انت موظف انت بتقضي 6 شهور بتاعك بتقبض فيها المبلغ اللي انت عايزه وبتمشي تروح نادي تاني، لا النهارده لا لازم، ومين اللي بيقول له بقى ستوب؟ ما هي كده المنظومه بتفشل عشان كده، مين اللي بيحاسب اللعيب ده؟ انت بتيجي لنادي او كيان زي اسم النادي الاسماعيلي، النادي ده كان في فتره من الفترات معلش مع احترامي للانديه الكبيره كان منافس دايما للانديه الكبيره، كان اقصى حاجه النادي الاسماعيلي الثالث. النهارده انت بتتكلم في مركز وبتحمد ربنا ان انت حققت المركز ده عشان اللعيبه دي موجوده او المجموعه اللي موجوده دي موجوده او الظروف اللي اتيحت للنادي السنه دي خلت النادي في المركز ده، معامل كل حاجه ومحترم الظروف، معلش الموضوع كله موضوع لعيبه وموضوع قلب مش موضوع اي حاجه، ما كان في فترات كبيره جدا مرت علينا في تاريخ النادي الاسماعيلي ما كانش عندنا الصرف ده وما كانش فيه امكانيات وما كانش فيه حاجات كتيره جدا، لكن كان في مجموعه كويسه قادره ان هي تشيل النادي وقادره ان هي تخلي النادي دايما في المنافسه. فاللعيب نمره واحد طبعا، لعيب نمره واحد. محتاجين ابن من ابناء النادي ولا محتاجين رجل اعمال يتولى النادي؟
لا احنا مش محتاجين رجل اعمال، لان رجل اعمال الموضوع هيبقى برضو ثابت، ان انت برضو محتاج على طول للرجل الاعمال. احنا محتاجين فكر للنادي قبل ما يكون رجل اعمال يصرف على النادي. الفكر ده بيخلي النادي يصرف بدون وجود رئيس. النادي الاهلي ما طول عمره الله يرحمه الكابتن صالح سليم بعيد عن النادي الاهلي، لكن منظومه النادي الاهلي ماشيه، ماشيه بقى بالكابتن حسن حمدي، ماشيه بالمهندس محمود طاهر، ماشيه باي حد هيمشيها. لكن ليه دايما انت دايما كنادي محتاج لرئيس النادي؟ رئيس النادي يدفع، رئيس النادي يسدد، رئيس النادي يحل. المفروض ان رئيس النادي ليه امور تانية بعيده خالص عن الفكر الاداري والفكر الفني. انا عندي حاجات تانية واتجاهات كتيره جدا لازم احل فيها. مش كل حاجه رئيس النادي هو اللي بيتصدر، ومش كل حاجه رئيس النادي هو اللي بيصرح. في ناس موجهه لكده. انا ليه دايما ادخل رئيس النادي؟ وليه دايما اخلي المشاكل سببها رئيس النادي؟ طب ما في حاجات كتيره جدا ناقصه في النادي. يعني رئيس النادي انا بعذر الحاج محمد عبد السعود بصراحه، انا بعذره لان هو اخذ الجراه في 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 فتره من الفترات كانت عصيبه جدا على النادي، وهو الوحيد اللي بيصرف، وهو الوحيد اللي ملام. يعني رغم ان هو برده اخذ الجراه دي لكن ملام برده على كده. اي حد هيجي هيلام على كده، لان النادي ما فيش فكر ان هو يدار بدون الاحتياج لرئيس النادي. طب ليه ولاد النادي مش موجودين بقى، والناس اللي بتفهم او الناس اللي بتحب المكان؟ دي حاجه بقى هو بيلام عليها. يعني انا بلوم على النقطه دي غير ان انا الومه على الصرف، لان هو مصر على ان هو يخلي الناس اللي حواليه بعيد عن او يبعد عن ولاد النادي في التوقيت ده. يعني المفروض ان انت تلم ولاد النادي حواليك وتلم الناس اللي بتفهم في المجال حواليك عشان يقدروا يوجهوك للطريق الصح. بيلام عليه النقطه دي، هو مخلي مجموعه حواليه بعيد خالص عن النادي الاسماعيلي. تاريخها ايه في النادي الاسماعيلي؟ تفائل، لازم اتفائل يا كابتن. ما هو المشكله ان انت متفائل النادي الاسماعيلي؟ لو حصل حاجه غير الفتره الاخيره هتفائل. بس انت قلت لي ان اللعيبه اللي موجوده دلوقتي ما تحققش اللي بيعودوا بيه. ما توقعش ان اللعيبه دي ممكن تنجح الا لو في امدادات احسن من كده. الناس بدات من بدري قوي. لما نيجي نتكلم في ان انت تقيم المجموعه اللي موجوده وزي ما هو بيتكلم في ان هو بيوعد الجماهير بالمنافسه، يبقى انا كده بضحك على الجماهير. معلش انا متاسف. لا، الناس بدات من بدري قوي، انت مشيت من بدري قوي لكن ما جبتش حد من بدري. لازم تجيب بدري، من بدري تبدا فتره اعداد من بدري، وتجيب لعيبه وتقدر تجيب ناس تقدر تقيم اللعيبه دي. مين اللي بيجيب اللعيبه؟ ما دي نقطه مهمه جدا. مين اللي بيجيب اللعيبه؟ ومين اللي بيمشي؟ اوتاكا مشي ليه؟ اوتاكا ايه اللي جابه اصلا في التوقيت؟ العميد محمد ابو سعود. لا، مش العميد محمد ابو سعود. هو قال لي قبل كده في مداخله على الهواء قدام الناس، قال لي انا بشتري وانا عندي عين كويسه في الحته دي. مين العين كويسه؟ هو مش هو لا ما ينفعش برضو انا اقول رئيس نادي كرئيس نادي اقول انا. لا مش انا اللي بقول، هو استاذ العميد هو اللي قال في مداخله معايا على الهواء، هو قال لي كده. هو ذكر اسامي، يعني قال انا جبت مروان، قالوا ان هو بطل بعته بكذا، انا جبت فلان، انا صممت على فلان كده. مش هو اللي بيجيب برضو. ما هو المشكله في كده، احنا لما نيجي نتكلم لازم نكون صراحة وواضحين في الكلام اللي احنا بنقوله. يعني ايه انا جبت؟ ما ينفعش انا رئيس نادي اقول انا جبت. انا رئيس نادي، انا ليا دور تاني خالص بعيد عن التعاقدات. ما ينفعش ولا مش هو اللي بيجيب؟ لا مش هو اللي بيجيب، ودي حقيقه. مش هو اللي بيجيب، احنا عارفين كويس قوي، الجماهير عارفه كويس قوي مين اللي بيجيب. مين ده كابتن؟ لا، في مجموعه بعيد ملمومه عليه مش كويسه، مضيعه النادي تماما. المجموعه دي لازم يتوقف لها حد، لازم يحط لها حد. هو نفسه يعني، هو المفروض انت بتتكلم في فتره جديده بقى، ما شبعتش من الفتره اللي فاتت؟ الفتره اللي الناس دي فشلتك، ما شبعتش ان الناس دي كانت معرضه ان تعرض النادي للهبوط بسبب المجموعه اللي انت بتجيبها كلعيبه؟ في لعيبه بتيجي وبتمشي ما حدش بيحس بيها. فهم الناس دي لازم يتوقف لها حد. ما ينفعش انها تستمر، وما ينفعش انا كرئيس نادي اجي اتكلم في نقطه بتاعت ان انا بجيب لعيب وممشي لعيب وانا بعيد تماما عن الحقيقه. لان انا المفروض ان انا ماليش دعوه بالاتجاه ده اتجاه لجنه كوره ولجنه تعاقدات، ولجنه الكوره والتعاقدات لازم تبقى موجوده من قلب النادي الاسماعيلي او من قلب اللعيبه اللي بتفهم في الكوره في النادي الاسماعيلي. ليه الاسماعيلي مش هيقلب رجل واحد؟ عشان هم اللي بعدين الناس. مع احترامي للناس اللي موجوده، مين الناس دي؟ ما تاريخها ايه في النادي الاسماعيلي؟ ليه ما استعينش بالناس القديمه في النادي الاسماعيلي اللي ليها خبرات ولعبت وقلبها على النادي؟ ليه الناس دي بعيده؟ ما هو ده سبب برضه من الاسباب. مش على قلب واحد، عشان انت حاطط ناس مش على قلب واحد وقلبها مش على النادي. قلبها نمره واحد، الاستفاده من النادي، كيان النادي زي ما اتكلمنا وحضرتك قلت برضو اسم النادي اسم كبير، فهم مستفيدين من النادي. لكن النادي ضايع. النادي ضايع بامانه والله. واللي صعبان عليا في كل ده الجماهير لا حول لها ولا قوه، بصرف النظر عن ان هي بتجيب
او ليها دور في الانتخابات او في الجمعيه العموميه. ما هي الجمعيه العموميه انت بتجيب وبترشح او بتاخد الناس المرشحين بناء على كلامها المعسول قوي قبل الانتخابات. بعد الانتخابات بيحصل حاجه ثانيه بعيده. المفروض اي واحد بيخش ويتقدم لانتخابات النادي الاسماعيلي انا البرنامج بتاعي كذا، هعمل كذا ويكون برنامج مقنع. مش هتكلم في ان انا هنافس على الدوري، ان انا هجيب لعيبه، لا دي مش حقيقه. انت بتتكلم في حاجه لازم تبقى مقنعه، والجماهير بتنتخبك علشان الاقناع ده. لازم اول حاجه ابدا بقطاع ناشئين، اصلح في قطاع ناشئين واعرف الاساسيات بتاعتي ايه، واعرف اطلع واقول واصرح للناس انا ببني فرقه، انا مش هنافس قبل سنتين ثلاثه، ابقى فين؟ جمهورك يستحملك؟ يستحملني بس ما يضحكش عليه. الجمهور الاسماعيلي واعي جدا على فكره، وهيستحمل وهيقول ده كلام بالنادي فيه بقى لنا سنين، بس يا رب الناس تسمع. هرجع لحضرتك تاني. ناخد استاذ عماد وحيد عضو مجلس اداره نادي الاهلي. مساء الخير يا فندم. عماد بيزا حضرتك. استاذ عماد معانا يا جماعه، الخط قطع. حد يقول لي اي حاجه. طيب نفسي الناس تفهم ان انا اصارح جمهوري، مهم جدا، مهم ان اقول له ان انا بعمل فريق، انا جاي بعد كذا، وانا بلاني كذا، وانا القصه عندي كذا. مفيش احسن من المصارحه كابتن سيف. وبعدين النهارده في جمهور يستحمل مصارحه؟ في جمهور يستحمل مصارحه طالما انت ظروفك كده. انا النهارده ظروفي مش قادر ان انا اصرف ولا اجيب لعيبه على مستوى عالي. حسنا حضرتك نروح للاستاذ عماد. استاذ عماد وحيد عضو مجلس اداره النادي الاهلي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا سيف. ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا عماد، بيه اخبارك ايه؟ مساء الخير للكابتن صلاح. اهلا وسهلا بحضرتك. بيحيي حضرتك. ازي حضرتك واخبار حضرتك ايه واخبار النادي الاهلي؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله. يعني الحقيقه احداث كثيره في النادي الاهلي، ولكن امبارح سمعنا ان في لجنه الانقاذ داخل النادي الاهلي واجتماع مع المهندس خالد عبد العزيز، واحداث كثيره داخل النادي الاهلي. حضرتك اشرح لنا الوضع ايه؟ لا انا ما اعرفش حاجه اسمها لجنه انقاذ. انا يعني سمعت ان اصل انت عارف كلمه انقاذ دي يا سيف لازم يعني اللي بيردد كلمه مع كامل احترامي ليك، وانت عارف انك انت يعني بتلقى مني كل احترام. ربنا يخليك يا فندم. حضرتك لما واحد يقول لك انقاذ يتعين على المتلقي انه يسال يقول انقاذ من ايه؟ يعني انا اعرف في انقاذ نهري، في انقاذ طوارئ، في انقاذ من حاجات كتير قوي. لو في حالتنا يبقى انقاذ من يعني من اداره العام، من غسيل اموال، من استخدام لمنشات النادي استخدام يعني في الحاله دي، او انهيار بقى في منشاه بتؤتي عليها يعني. فانا ما وقفتش قوي عند كلمه انقاذ. انا اللي وقفت عنده ان هناك من اشخاص انا لا اعرفهم، عرفتهم طبعا لما حصلت التداعيات، لان اثناء اليوم حصل تداعيات كتير. انا الصبح الحقيقه لقيت تليفون من الاخ ابراهيم بتاع برنامج 90 90، بيقول لي ان في واحد اسمه خالد شاكر. قلت له انا ما اعرفوش، طالع معاه ابراهيم فايق. اعلامي محترم زميل. الاستاذ ابراهيم فايق. قال لي ان هو معاه واحد اسمه شاكر، طارق شاكر او حاجه زي كده، بخصوص اجتماعهم بالسيد الوزير امس لنقل مطالب الجمعيه العموميه للنادي الاهلي فيما يخص مجلس الاداره وضعف مجلس الاداره، والكلام بقى اللي انا وانت سمعناه كتير، الكيان والهيبه والعار والكلام اللي هو ما بنعرفش او مش فاضيين له. الحقيقه انا يعني كان الصبح في نفس الوقت لقيت حاجه جايه لي من الموقع بتاعنا او الاهلي ديجيتال عندنا، اللي هي بتعمل سمرايز الاخبار والمواقع، بيقولوا ان الوزير يجتمع 150 دقيقه بلجنه انقاذ النادي. لا دي مشكله بقى، يعني مشكله كبيره. يعني انا النهارده كراجل مسؤول لما يتقدم لي حد لجنه انقاذ دي يا سيف، طبعا كلمه كبيره، يعني في مشكله كبيره، و يعني بتكون هناك مجموعه كبيره قوي قد تصل الى رقم مثلا الجمعيه العموميه السنويه او العاديه، وفي بقى حاله من الغليان. الحقيقه انا كنت نازل، كان عندي ميعاد في جهه ما كده سياديه
بخصوص برضو تداعيات ما يدور في الأحداث هذه الأيام، وسمعت أستاذ شاكر فلقيته بيقول، بيحاوره الأستاذ إبراهيم، فلقيته بيقول إن ما وصل إليه النادي الأهلي من انهيار على كافة المستويات، وانت عارف كان في سلوجن كده بيقول لك عمر الأهلي ما كان كده، وما تعرفش ليه، يعني تقعد مع حد او تقرا يقول لك ايه عمر الاهلي ما كان كده، تيجي تفسر الكلمات او تحللها ما حدش يديك رد. هو بالظبط اللي فندي اللي كان مع الاستاذ ابراهيم، الراجل قاعد يقول له طب اشتكيته الوزير الرياضه من ايه؟ يقول له من تفكك النادي الاهلي. ايه محور الكلام؟ يقول له والله ما وصل عمر النادي الاهلي ما كان كده في قيمه الاشخاص اللي فيه، فين الاهلي كذا، وانا ما اعرفوش، انا عمري ما سمعت عن واحد اسمه شاكر في النادي الاهلي، واذا كان هناك من رموز النادي الاهلي او منسوب النادي الاهلي يقول لي في اي مكان كان يقطن الاستاذ اللي طلع، انا ما ده الكلام ده لحد الصبح. الحقيقه يعني مش انت عارف ان كل ما يحدث على الساحه يعني يثير الاشمئزاز، لكن الموضوع ده استوقفني لسبب ان لا يعني كده ان انا يعني يجي لي حد او يزور وزير او مسؤول كبير في الدوله علشان يقول له كلام مرسل لا هو يعرف الجمعيه العموميه. انا عاوز اقول للاستاذ هو حضر الجمعيه العموميه بتاعت النادي الاهلي اللي ايدت مجلس الاداره واعتمدت الميزانيه اللي شكك فيها بعض اعضاء النادي الاهلي، ومش في وقت انا دلوقتي يعني مش لست بمكان ان انا اخوض فيه، لان يعني الجراح كتير وقال لك بمفبركه. والنهارده لما واجهوا مقدم البرنامج الاذاعي قال له لا ما الجمعيه العموميه اللي حصلت دي اول مره تحصل في النادي الاهلي ولها مناسباتها، وما فيش ردود خالص الى ان المكان اللي كنت فيه جمعني بالصدفه لقاء السيد وزير الرياضه. هو اكيد سمعني دلوقتي. قلت له يا باشمهندس خالد انا مستاء جدا مما حدث من لقائك بما يدعون انهم جبهه انقاذ النادي الاهلي، لان هم كان يجب ان حضرتك تتاكد ان هم يحملوا مشاعر وتفويض من الجمعيه العموميه، لان زي ما حضرتك عارف يا كابتن سيف انت راجل يعني تقلدت مناصب كثيره وربنا يوفقك في اتحاد الكره وانت وكل اللي ربنا يوفقهم والمرشحين بالتوفيق. انما من يمثل الجمعيه العموميه مجلس اداره النادي. اذا كان هناك سحب للثقه الجمعيه العموميه غير عاديه او عاديه. تمام. فانا النهارده لما اروح اقول على نفسي جبهه انقاذ، لا ده انا لازم اخش باجنده لقاء بقى. طب قال ايه لحضرتك الوزير يا مثلا دايما في الحالات دي بيبقى معايا اسماء الناس اللي هي الغاضبه وتوقعاتهم وتليفوناتهم عشان حد تاخد منهم راندوم كده. كان ايه رد الوزير او السيد الوزير يتاكد او المسؤول يتاكد ان هذا، طبعا مش معقوله لو 1000 واحد هيروحوا. طب كان ايه رد الوزير يا فندم؟ بكره عند الوزير يبقى فيه 300 400 واحد. طب كان ايه رد الوزير على حضرتك؟ ما ثانيه واحده، اللي رد الوزير مفاجاه، ما انا جاي لك في الكلام. فالحقيقه انا يعني كنت رايح ان هذا الكلام حقيقه. الوزير قال للاسف انه جاءته مكالمه ان في واحد على علاقه ب جماعات الالتراس يقدر يحل مشكله الالتراس، وان لابد من الاستماع ليه علشان فيكون لديه فك اللغز او الشفره التي تنظم العلاقه بين هذه الجماعات والمؤسسات الرياضيه زي الاهلي زي الزمالك. وكان يعني استقباله يقتصر على الاستاذ اللي هو شاكر او اللي انا عمري ما سمعت عنه في النادي. يعني مثلا انا النهارده لما اقول رئيس جبهه انقاذ او رئيس لجنه حكماء او 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 او, أو
اكيد يعني لابد ان يكون له تاريخ في النادي الاهلي، او يكون له وجود، او يكون فيجر. انا ما اعرفش، وسالت كتير قوي، انا بكلمك من النادي الاهلي وكل دقيقه يدخل علينا عضو عاوزين، بس انا ما اعملش كده. دي بقى اللي سابقه خطيره في تاريخ الانديه، انديه مصر كلها. ان ثلاثه يروحوا، اولا الاستاذ اللي راح ما كانش قايل للسكرتارية الوزير او انه جايب معاه اثنين تانيين. ده هم بس عاوزين يدخلوا بمدخل اللي في هذه الحاله المفروض التواصل بخصوص روابط الجماهير. لانه اعتقد كان في يوم، انا عرفت الكلام ده ليك يعني، مش كنتش عارف الصبح، ان هو عنده خبره في الاتصال بروابط ومقنع ودخل بقى علشان يطلع في مداخله او يطلع في راديو او في تلفزيون يفخر زي ما هو بيفخر دلوقتي، هو الفندية اللي معاه، ان هو بلغ الوزير سخط الجمعيه العموميه للنادي الاهلي على مجلس الاداره. كلام كويس، بس انا لما ادخل على حد مسؤول لازم اديله ريفرنس، لازم اقول له ده انا منعت الافات يجوا هنا، النادي الاهلي بيولع، النادي الاهلي كذا، اللي هو ايه استكمالا للحمله اللي هي بقى ايه، رضينا او لن نرضى باعتراف كل الفضائيات وزملائك ان هناك من يعمل على العبث بتاريخ النادي الاهلي واسقاط النادي الاهلي، وهذا قولا واحدا. مين دول يا فندم؟ يطلع بعد البرنامج بقى يقول لك بطلوا نظريه المؤامره، لا اقول له لا انا اسف بقى. مين دول يا فندم؟ مين؟ مين يا استاذ سيف؟ مين يا فندم؟ المواقع وهذا، مش في بعديك برامج. لا يا فندم، مين اللي يعبث؟ مين اللي بيعبث بالنادي الاهلي؟ لازم حضرتكم في الشجاعه وحضرتك تقول مين اللي عايز يهد كيان النادي الاهلي؟ من ضمن اللي عاوز يهد الكيان النادي الاهلي المؤسسه الصحفيه القوميه، اللي هي يعني ايه، للاسف لما يطلع واحد يقول لك مخاوف من ضمام الروابط الجماهيريه لوقفه الجمعه وجمعة الغضب والأهلي فوق بركان، فين هي انت سمعت عن وقفة؟ طبعا الافندية والله حاجة بتضحك، قال لك ان هم يعني هيسامحوا، هيدوا يعني علشان الحالة التي بيمر بها النادي الأهلي، مشكورين وانا بحييهم من خلالك ان هم ارجعوا الوقفة الى اجل غير مسمى. انا عاوز اعرف من انتم؟ انتم مين؟ ده نادي بي 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 نادي انتقل في ظروف فظيعه. النادي الاهلي كان على وشك الانهيار، اللي هو على 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 محمود طاهر واللي معاه، بس انا عارف ليه، انا عارف كويس قوي ليه بيعملوا كده، ليه ومين اللي وراهم، ومين اللي بيدفعهم الى هذا. يا فندم ليه ليه بيعملوا كده، ومين اللي وراهم؟ انا ما اعرفش، ما انا حضرتك بتقول انا عارف. حضرتك بتقول انا عارف يا سيف. اتفضل. انا اعرف، انت تعلم تماما ان انا يعني ما عنديش حسابات في اللي انا بقوله يعني، ولا يعني الحمد لله يعني ما عنديش بطحه او ما عنديش حاجه تخليني اخاف الا من ثقه الجمعيه العموميه اللي احنا على تعادل مباراه او هزيمه بطوله. ده احنا يا راجل، الناس اللي بتخش علينا دلوقتي بيقول لك احنا مش حاسين ان احنا خدنا دوري، مش حاسين ان احنا خدنا بطوله. انا فاهم من كلام حضرتك ان حضرتك بتربط ما بين اللي حصل في مدينه نصر واللي بيحصل من حرب ضدكم، وان هي كلها يعني خيط واحد. انا فاهم كده صح ولا؟ طبعا يا راجل، هي بص يا سيف، هي مجموعه، انت عارف لما تقول ايه، اضرب عدوك شرقا وغربا وشمالا وجنوبا وبحرا ومن فوق ومن تحت، اللي هو عشان ايه؟ ما هو انت النهارده صاحي في يوم جديد، عاوز تشوف اجندتك، عاوز تشوف انت بتعمل ايه هنا، بتعمل ايه هنا، تتحاور فيما يخص البتاع، لا يقول لك لخبطه. بس ما ينفعش ان الوزاره المعنيه او الوزير المعني بشؤون الرياضه انه يقابل ناس مجهول الهويه. حضرتك بتوجه اللوم مباشره للسيد الوزير؟ انا وجهت له يعني، انا كان قلت له، انا انت عارف اكلنا كل احترام وتقدير للسيد الوزير، لكن هو الراجل مجني عليه برضه.
انا جاي اقول لك يا كابتن سيف انا عاوز اطلع في القناه علشان اقول لك على مشروعات النادي الاهلي. رحت داخل في القناه مهاجم في الناس وقلت لك ده وده وده وده. هو الراجل تلقاهم ده يعني وجمل بقى الكلام. الرئيس السيسي يتابع عن قرب ما يحدث في النادي الاهلي. دي تترجم على طول ايه بقى؟ ان الرئيس السيسي مثلا يعني ربنا يوفقه يعني مستاء برضه وقد بس انا لن استطيع ان اخوض. رئيس السيسي كان بيسال على المواضيع دي من منظور تاني انا ما اقدرش اقوله وقيل لي النهارده في المكان اللي انا كنت فيه. لكن انا لا استطيع ان انا اقبل ان ناس مجهول الهويه واللي عنده اي ريفرنس يتفضل يطلع يقول لك مجموعات في الجمعيه العموميه النادي الاهلي واعضاء من النادي الاهلي مستائين او 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 انا ما عنديش حاجه. هل يا فندم اخذوا خطوه فتحوا الحوار مع حضراتكم يعني اتكلموا مع حضراتكم قبل مثلا ما ياخدوا موقف ان هم يروحوا للوزير؟ بصفاتهم ايه؟ اعضاء جمعيه عموميه. يعني انا كل انا ما لازم يجي لي اتهام؟ لا اي عضو جمعيه عموميه ليه حق ان يخش يقعد مع حضرتك لو عنده مشكله ويتكلم حضرتك بخصوص يعني بخصوص انت بتقول لي بخصوص اي حاجه هو حوار؟ لا يعني هو هم رايحين بيشتكوا الوزير بيقولوا له الحاله في الجمعيه العموميه الوضع في النادي عندهم وجهه نظر معينه. هل ده حصل حديث قبل كده مع حضراتكم ولا مباشره لسيادة الوزير؟ اطلاقا بخصوص يعني قصدك تقول ان هو كان قال لي انتوا ليه ضيعتوا بينالتي ولا ما جبتوش جوان ولا ما انا مش عارف الحقيقه انا مش عارف المشكله يعني. يا كابتن سيف اتفضل. احنا دخلنا على برنامج انتخابي علشان الناس تعرف بعد كده تقيمنا وضمائرنا تقيمنا والتاريخ يقيم. البرنامج الانتخابي ده بنمشي فيه حسب التوقيتات اللي تسمح لنا. هل يا فندم البرنامج ده عامل حاله رضا مع الجمعيه العموميه؟ والله حضرتك الرضا بيبان من الجمعيه العموميه اللي كانت في شهر مارس اللي هو الافندي بيقول عليها اصل دي ليها تداعيات بقى كده اول مره برضه تحصل. انا مش فاهم منه حاجه والله. انا حاولت يعني حتى الراجل اللي بيحاوره قال له انا مش عارف يعني كل حاجه عمره ما كان بيحصل في النادي الاهلي. لا دي ليها وقتها هنبقى نتكلم عليها في مناسبه اخرى. انا بسالك انت سؤال كراجل اعلام ما المقصود بجبهه انقاذ النادي؟ انا الحقيقه ما تحاورتش مع حد او مش عارف اسباب مشاكلهم يعني احنا نحترم الجميع ولكن انا مش عارف وجهه النظر. نحترم الجميع بس انا بقول لك لا انا مش عارف وجهه نظر الناس او الشكوى في ايه او المشكله في ايه. يعني انا الحقيقه ما عنديش ورق يقول لي المشكله لدرجه ان انا بسال حضرتك هل قعدوا مع حضراتكم مثلا الاول شافوا ان النادي خالص رسمي. انا سالت الوزير قلت له طب هم يعني ممكن تقول لي ايه مشاكلهم احاول احلها؟ وانا الصوت يا جماعه بتاع استاذ عماد انا الصوت مش سامع يا جماعه بعد اذنكم ممكن بس طيب ممكن نطلب استاذ عماد تاني لان انا الصوت مش سامعه انا عندي حاجه بس في الايربيس. طيب استاذ عماد وحيد بشكرك شكرا جزيلا هنحاول نجيب استاذ عماد تاني لان الصوت الحقيقه انا كان عندي مشكله. كابتن محمد اتمنى الاسماعيلي كل التوفيق وازمات كثيره جدا في مصر اهلي اسماعيلي كل مكان ان شاء الله باذن الله خير للاسماعيلي الفتره الجايه. خير بس يبقى في قناعه زي ما اتكلمنا في البدايه وحضرتك قلت لازم ابقى قانع لنفسي قبل ما اقنع الجمهور بتاعي. انا بكون فريق والفريق ده محتاج سنتين ثلاثه اربعه 10 مفيش اي مشكله بالنسبه لي ان انا بكون فريق والنادي بيقف على رجليه حبه حبه نتيجه الامكانيات اللي انا المتاحه قدامي لكن ما اقنعش الناس بحاجه صح. هي مش مقنعه. يا رب الناس تسمع كلام حضرتك. يا رب بشكرك يا فندم شرفتنا. شكرا جدا شكرا جزيلا. خلصنا فقرتنا الثانيه مع نجم مصر كابتن محمد صلاح ابو جريشه نجم النادي الاسماعيلي. فاصل ثم نعود مع انديه سوهاج وحديث الجبلات تنتخب ولكن بعد الفاصل.